السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة طلبات الصف الثاني الثانوي تمريض، ومع الجزء الثاني من الفصل الخامس جراحة هنتكلم عن الغدد اللعابية. والغدد اللعابية هي أحد القنوات أو إحدى القنوات الإفرازية اللي لها قناة، الغدد التي لها قنوات غير الغدد الصماء اللي بتفرز إفرازها داخل الدم، وهي مفروزة مسؤولة عن إفراز اللعاب بالفم، وهي زوج اتنين مع بعض، نكافية اتنين تحت الفك، اتنين تحت اللسان، اتنين يمين وشمال، وهي كثيرا تحت اللسان دي كتير، وتكون غدتين يمين وشمال. وكل غدد اللعابية تتصل عن طريق قناة في تجويف الفم لتفرز اللعاب في الفم. عندي نكافية تحت الفك تحت اللسان. طيب ايه هي امراض الغدد اللعابية؟ عندي التهاب الحاد، والالتهاب الحاد بيكون غالبا فيروسي، وفي هذه الحالة يصيب الغدتين مع بعض، وغالبا بيصيب الغدة النكافية ويعرف بأبو اللوكيم. تبص تلاقي دي ورمت والناحية التانية ورمة، ونسميه أبو اللوكيم، يعني واخد لقمة الناحية دي واخد لقمة الناحية دي. أعراضه تضخم بالغدة وارتفاع درجة الحرارة والصداع وألم عند تناول الطعام، والشعور بالتعب والإرهاق. العلاج راحة، مخفضات حرارة، وغرغرة، ويتناول مريض السوائل كتير، ويتجنب السوائل الباردة قوي والحمضية، خلينا دافية. الالتهاب المزمن بيصحبه غالبا حصوات، يكون نتيجة لوجود حصوات في الغدة اللعابية او في قناة الغدة. ومن اعراضه ايه بقى؟ التضخم البسيط في الغدتين مع بعض مع حدوث ألم أثناء البلع، وتتكون حصوات بدرجة كبيرة، درجة أكثر في الغدة اللعابية تحت الفك اللي هي دي وتحت اللسان. شايفين الحصوة دي؟ دي في قناة من قنوات الغدة اللي تحت اللسان. ليه الغدد دي؟ لأن إفرازها من تحت لفوق، والقناة بتاعتها في أرضية الفك، وإفرازها من تحت لفوق، فيبقى عكس الجاذبية، فيتظهر فيها حصوات كتير. العلاج عندي هنا استئصال الغدة جراحيا، وإذا كان في حصوة ظاهرة أشيل الحصوة وأسيب الغدة، يمكن تبقى كده شغالة كويس والالتهاب يروح دون استئصال الغدة. تمام. إيه هي أورام الغدد اللعابية؟ في الأغلب أورام حميدة تكبر ببطء دون أن تسبب ألم، زي ده اللي احنا بنسميه ابو اللوكيم اهو، الناحيه الثانيه هتلاقيها زيها، ممكن يبقى الورم ناحيه واحده وممكن يبقى في الناحيتين. ده تحت الفك، الغده اللي تحت الفك، وممكن ان يكون خبيث بس غالبه حميد. اعراضه ورم بالغده، اشهر الغده النكافيه زي كده، والودن دي تطلع لفوق شويه تبقى مرتفعه، ممكن ناحية وناحية لا، ممكن ناحيتين مع بعض. والغدة النكافية اشهر من الغدد الباقية، ويحدث اما ورم حميد ده الاكثر او ورم خبيث، وده بيحصل احيانا. بعد مدة من ظهوره قد يلجأ المريض للطبيب للشكوى، يعني هو بقاله كتير معاه ما خدش باله، لكن خد باله راح رايح للدكتور عشان يشوف هيعمل ايه. تمام. نعمل له ايه؟ اما الورم الخبيث هيؤدي، لانه ضغط هنا على عصب بتاع الوجه، هيؤدي لشلل في عصب الوجه السابع، يؤدي لشلل. الشلل ده هيخلي نص الوجه ده شكل والنص التاني شكل،
وعدم القدرة على إغلاق الفم والعين، ويمكن تفريق بين الورم الحميد والخبيث بالإشعة المقطعية وأخذ عينة الباثولوجي. هي اللي هتقولي العلاج. الورم الحميد هشيل الغدة، وافصل في الغدة النكفية العصب من الغدة، بعد كده عالج الورم الخبيث بالاستئصال الكامل وحافظ على العصب السابع. لو العصب داخل معايا خلايا ورمية وخلايا الورم موجودة في العصب، هشيل، ما عنديش عزيز في الأورام السرطانية، ما عنديش عزيز، شيل. بعد كده عندي أمراض الثدي، وأمراض الثدي أول نقول إيه هو الثدي. بيقول إن تتميز الحيوانات الثديية وجود ثدي وهو غدة دهنية محورة. إحنا عندنا على الجلد غدد دهنية كتير عشان تفرز الدهن وتعمل رطوبة ترطب الجلد. غدة من الغدد الدهنية بتتحور لتقوم بوظيفة الرضاعة، تعمل غدة ثديية، ويتركب الثدي من غدد لبنية بطول الثدي، غدد لبنية بطول الثدي وتفتح بقناة في الحلمة، غدد بطول الثدي وتفتح بقناة في الحلمة، غدد بطول الثدي وتفتح بقناة في الحلمة. تمام، ده عند الرجال والنساء، لكن في الستات بيكبر، وفي الرجالة بيضمر ويفتح بقناة في الحلمة، ويصاب الثدي بعدة أمراض، منها الالتهاب الثدي وتليف الثدي والأورام الحميدة والأورام الخبيثة. التهاب الثدي ده بيحدث عشان الرضاعة، غدة من دول اتقفلت فاللبن اتجمع فيعمل التهاب، وينتج التهاب عن انسداد احد القنوات اللبنية مع وجود ميكروب سبحي. وفي المرحلة الاولى يمكن العلاج بالعلاج المضادات الحيوية والكمادات ورفع الثدي، والرضاعة مستمرة علشان تشفط ده وتفضي السدد اللي هنا. لبن اتجلط وقفل المنطقة دي، فيقوم يجمع ويحمل لي الالتهاب ده، فالرضاعة تستمر. وناخد مضاد حيوي لا يؤذي الطفل الرضيع، لكن اذا ما استجابش وفضلت السدة موجودة هيجمع صديد فهيبقى خراج. بعض الاحيان يزيد الالتهاب الى ان يكون صديد ويعمل خراج. العلاج لازم فتح، لازم اطلع الصديد تحت مخدر كلي وتنظيفه جيدا، وتحتاج المريضة مضاد حيوي مع الغيار المستمر. عندي بعد كده تليف الثدي، يحصل تليف في بعض غدد الثدي، وده نتيجة حساسية الثدي غير الطبيعية للهرمونات، بتبقى الغدد نفسها حساسة بالهرمون، يحصل اي لخبطة في الهرمون تلاقي دي راحت نشطت وعملت كل كيع، يبدأ الهرمون يرجع لطبيعته، يقوم الغدة يحصل لها تليف، ويحصل لها تليف زي كده، ويصيب العديد من الإناث في السن الصغير، وأحيانا في مرحلة ما قبل انقطاع الدورة أو بعدها. أعراضه يظهر على شكل حبيبات في الثدي، حاجات زي كده زي فصوص البسلة. قد يصيب الثديين، وعادة إنما يظهر في أحدهما قبل الآخر، لأن دايما الأمهات اللي بترضع عارفة إن في صدر نشيط عن صدر، وفي غدد نشيطة عن غدد، غدد بتتحسس الهرمون عن غدد. تعاني المريضة من انتفاخ الثدي وألم به، ويزيد في الأسبوع الأخير قبل الدورة قبل نزول الدم، ويظهر تورم في الثدي ووجود ألم عند الضغط عليه، وقد تنزل إفرازات من حلمة الثدي، تتكون أكياس فيها إفرازات ما خرجتش. ويتأكد تشخيص بعمل موجات صوتية أو رنين مغناطيسي. العلاج في حالة وجود ورم مشكوك في طبيعته، أشيله وأحلله باثولوجي. أي ورم أشيله وأحلله باثولوجي، ما بتأكدش، ما بحلفش إن ده ورم حميد أو خبيث إلا لما أحمله التحليل باثولوجي. الأورام الحميدة، تليف في احد الغدد برضو نفس الحكايه، وتحدث عاده في السيدات الصغيره السن قبل سن الـ40. اعراضه ده ما بيوجعش، لكن ورم ليفي
الياف، ممكن يبقى في واحد، ممكن يبقى في الاثنين، يكون الورم غير مؤلم ويسهل تحديد حجمه. بص تعمله بالقلم، له حدود بالقلم يتخط، يسهل تحديده داخل الثدي، يتحرك بسهولة، بيتحرك مش ماسك في حاجة حواليه، نتيجة ان وجود كبسولة في هو جوه كبسولة. تفصيل عن سيج الثدي المجبر خلاف الورم الخبيث، لا يسبب ألم عند الضغط عليه. إذا ترك هذا الورم فإنه يتضخم أحيانا، نشيله ونحلله، ورم شيله وحلله، سرطان مشكلة. الورم السرطاني كل 61 حالة سيدة نلاقي من بينهم واحدة عندها هذا الورم، وده بتزيد نسبته في وجود تاريخ مرضي عند الستات، يعني أمها أختها.